وللوقوف على آخر التطورات ينضم إلينا مراسل الغد من موسكو ديمتري بريجع ومن كييف عمرو العروقي. أبدأ معك ديمتري من موسكو، يعني ضربات متبادلة من الجانبين الروسي والأوكراني كلاهما أدى إلى أضرار، ما حصيلة الضحايا في الجانب الروسي، وأيضا ماذا عن آخر بيانات وزارة الدفاع الروسية؟ نعم، وزارة الدفاع الروسية صرحت بأن تم استهداف مدينة أو منطقة ماكييفكا في جمهورية دونيسك الشعبية، ووفق الرواية لوزارة الدفاع الروسية ففي هذا الاستهداف قتل 63 جنديا روسيا باستعمال منظومة هايمرس التي سلمت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية إلى الطرف الأوكراني. وأكدت وزارة الدفاع الروسية بأنها أسقطت 15 مسيرة أوكرانية على محور دونيسك، خيرسون ولوغانسك. وأيضا إذا تحدثنا عن آخر بيان لوزارة الدفاع الروسية، فوفق البيان فإن في محور دونيسك قتلت القوات الروسية أكثر من 40 جنديا، وأما في محور شمال أو جنوب دونيسك فأيضا أكثر من 40 جنديا وعدد من أسلحة الأوكرانية. نعم، ابقى معنا ديمتري، نتحول إلى كييف وعمر العروقي. إذن عمر، أيضا هجوم جوي على العاصمة الأوكرانية كييف أدى إلى العديد من الخسائر في البنية التحتية للطاقة، وأيضا أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي. كيف يبدو الوضع في ظل هذه الخسائر؟ نعم، بالفعل شروق، منذ ساعات الصباح، منذ ظهر اليوم عفوا، إلى حد هذه اللحظة لم نسجل أي حالة من التأهب الجوي أو تعلنها الدفاعات الجوية، خاصة وأن هنالك كانت تحذيرات خلال هذا اليوم من عمدة المدينة على ما يبدو بأنها ربما تتكرر حالة التأهب الجوي. لكن فجر اليوم كان هنالك دخول ما يقارب 40 طائرة مسيرة كل الأجواء الأوكرانية. أسقطت الدفاعات الأوكرانية ما يقارب 22 طائرة من الطائرات المسيرة إيرانية الصنع، وقالت مدينة كييف، عمدة مدينة كييف، بأن الدفاعات الجوية أسقطت هذه الطائرات، ولكن حطام بعض هذه الطائرات سقط على مباني سكنية ما يقارب 10 منازل خاصة للمواطنين تضررت جراء سقوط حطام هذه الطائرات عليهم. ولكن الطائرات التي لم تستهدفها الدفاعات الأوكرانية دخلت واستهدفت بنى تحتية للطاقة في مدينة كييف، ما أدى إلى انقطاع جزئي في إمدادات الطاقة ودخول العاصمة الآن في الانقطاع الطارئ، أي خارج حدود عمل الجدول المنظم بعد الاستهدافات. أصبح الآن معروفا بعد الاستهدافات التي طالت البنى التحتية، أصبح هنالك جدول لقطع وفصل هذه الكهرباء، ولكن في حال انقطاع التيار الطارئ لا يكون العمل بهذا الجدول. في المقابل أيضا شروق، يستمر القتال سواء في الجبهات الجنوبية أو الجبهات الشرقية. في بداية هذا اليوم كان هنالك انفجارات عدة سجلت في مدينة خرسون، وكذلك الحال أيضا بالنسبة لمدينة نيكوبل وهي المدينة المتاخمة لمدينة زاباروجا، وأيضا وقعت عدة انفجارات في مدينة ميكولايف. كل شريط التماس الذي يفصل بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية تعرض للقصف، سواء للقصف الدفاعي أو للقصف المتبادل أو للتصدي بعض هذه الطائرات. كذلك أيضا وإلى حد هذه اللحظة السلطات الأوكرانية لم تعلق على الحادثة القصف التي أودت بحياة ما يقارب 63 جندي روسي، ولحد هذه اللحظة لم يصدر بيان من هيئة الأركان العامة بأن القوات الأوكرانية هي من نفذت هذا الهجوم على القاعدة العسكرية التي تعود للجيش الروسي في مقاطعة دونيتسك. شكرا جزيلا لك من كييف عمرو العروقي، ومن موسكو ديمتري بريجع، شكرا لكما مراسلا الغد.